صباح الخير. كوتش محمد عبد الله، أكاديمية يونيفرسال الجريف غرب. اليوم سنقدم شرح موجز وبسيط لمفهوم الكاتا في الكاراتيه. الكاتا اللي هي تعتبر الجزء الثاني كما أسلفنا في تقسيمنا السابق، اللي هي أساسيات وكاتا وكاراتيه. أساسيات كاتا كوموتي. هنتكلم اليوم عن الكاتا بجزء موجز جدا. تعريف بسيط للكاتا، هي عبارة عن جمل حركية بالأيادي والأرجل في اتجاهات مختلفة، عبارة عن حركات دفاعية وهجومية، في حركات باتجاهات مختلفة على أن تبدأ من مكان وتنتهي في نفس المكان. ده تعريف موجز للكاتا. طيب، حتى في الكاتا عندنا تقسيمات، في كاتات الهيان أو نقول على الزواكر الخمس، تعتبر أساس الكاراتيه، تدرس للبيجنرز أو الكيو اللي هم الأحزمة من اللي هم دون الأسود. تبدأ بكاتا الهيان شودان، هي تعتبر كاتا الأساس، ثم كاتا هيان نيدان، كاتا هيان صندان، كاتا هيان يوندان، كاتا هيان غودان، ثم بالزواكر الخمس، لأنه في الأساس هي تعتبر أساس الكاتات في الكاراتيه. في جزء أساسي في تعليم الكاتا، وهي عبارة عن قتال لعدة أشخاص في عدة اتجاهات. الاتجاهات تكلمنا عنها قبل شوية، اللي هي مجموعة حركية دفاعية وهجومية في نفس الوقت في اتجاهات مالة مختلفة. عشان نصل للفكرة بتاعت نوصل فكرة الكاتا، عادة ما يرتبط بها حاجة اسمها البونكاي، اللي هو شرح الكاتا في حد ذاته. البونكاي بيقدم مع كل الكاتات دون استثناء، الكاتات بتاعت البيجنرز والكاتات المتقدمة مع بعض، اللي هو فكرة بتاعت الاتجاهات المتعددة، عادة ما يكون في حركة دفاعية في حركة هجومية، وغالبا الحركة الدفاعية قاعد تكون في الأول، وتعتبر تنافسيا هي الضلع الثاني والأساسي في التنافس في الكاراتيه. التنافس في الكاراتيه بيتم في جزئين، الكاتا والكوموتي. الكاتا ممكن التنافس في داخل الكاتا يكون بين أفراد أو ممكن بين مجموعات، فرد معروف فرد، لكن بين جماعة المجموعة الكاتا يكون دائما ثلاثة أفراد. الثلاثة أفراد التنافس بتاعهم بيكون في جزئين في الغالب، غالبا في لعب الكاتا في حد ذاته، أو كاتا وبونكاي اللي هو شرح للكاتا. بيتم لعب الكاتا بشكل عام في البداية، وعشان المشاهد يفهم القصد من الحركات في حد ذاته الدفاعية والهجومية، بيتم شرح الحركة جزء جزء، يعني دوخة كجزء جزء. يعني إذا كان الكاتا فيها مثلا 21 حركة، ممكن تقسم كل حركتين مثلا في اتجاه، كل حركتين بيكون في حركة دفاعية في حركة هجومية، بيقوم بها نفس اللاعب اللي هم بيكون مثلا في الكومتين مثلا، أو في البونكاي بيكون في الوسط. للشرح بتاع الفكرة بتاعت إنه أساسا هي عبارة عن مجموعة حركية، لكن مجموعة حركية صنعت لهدف. واحدة من الفوائد اللي بتقدمها الكاتا الفكرة بتاعت التركيز، هي بتساعد اللاعب على التركيز. واحد اثنين، الأوضاع في الكاتا غالبا ما تكون فيها نوع من الصعوبة في الأداء، بتقوي العضلات وبتساعد في أداء الكوموتي فيما بعد. وفي ارتباط كده يعني عند غالبية مدربي الكاراتيه، بيعتبروا إنه دائما غالبية الناس اللي بيلعبوا كاتا جيدة فيهم الخامة بتاعت إنه يمكن يلعب كوموتي بشكل برضو جيد. فالكاتا واحدة من الأساسيات الكاراتيه، وواحدة من الأشياء بتدي الكاراتيه رونق في وجمال في الشكل بتاع الأداء، بالذات لما يكون مجموعة حركية كبيرة مثلا في تمارين بتاعت الكاتا الجماعية في الأندية، فيها منظر فيه نوع من التنظيم، وهي في حد ذاتها فيها نوع من الانضباط والدقة، لأنه لما تلعب مع مجموعة من الناس في الكاتا بتعلمك إنك تتعامل مع الإيقاع بتاع المجموعة في حد ذاتها. أنتوا بتلعبوا كمجموعة، يكون عندكم إيقاع حركي واحد، وعندكم طريقة بتاع الضبط على الزمن واحد، في إيقاع حركي مميز واحد. اثنين، في بعض الكاتات في أوضاع زي ما صرنا، الأوضاع الصعبة دي إذا كانت في الأرجل أو الأيادي، في الغالب في الأرجل، بيخلي اللاعب الكاتا الجيد عنده الأهلية في إنه في الكوميتي يكون برضو جيد، بالذات إذا كانت لعبت كما ينبغي. فالكاتا واحد من أجزاء الكاراتيه الجيدة جدا، واللي ممكن نقول إن هي واحدة من جماليات الكاراتيه. يعني بعد الكوميتي زي ما قلنا، الكاراتيه أصلا جزئين، وعبارة عن قتال وعبارة عن كاتا، هي واحدة من الأشياء بتزين الكاراتيه كرياضة، تديه شكل بتاع عرض مميز
وواحدة من أساسيات الكاراتيه. شكرا جزيلا.